طيب احنا عندنا برضو لقاء اخر مع زميلتنا سالة حامد من ارض الملعب. اتفضلي يا سالة. من جديد طبعا برحب بك يا مريم، وبالتاكيد بضيوفك الكرام وكباتننا الكبار في الاستوديو، بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن طبعا معايا حاليا يعني واحد من نجوم المباراه النهارده، كابتن مهاب سعيد. كابتن مهاب، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه طبعا ابارك لك النهارده على المباراه وعلى التاهل كمان للسيمي فاينل من البطوله. بس خليني قبل ما نتكلم اي في اي حاجه ليها علاقه بالمباراه اقول لك كل سنه وانت طيب. طبعا ده كان من يومين، كل سنه وانت طيب وقبل 100 سنه. الله يخليك يا سلام، وانت طيبه. والله الحمد لله احنا بدانا الماتش من اوله بشكل كويس. كان تركيزنا كله ان احنا يعني نفصل خالص عن ماتش تونس، يعني ان احنا نركز في الماتش ده لانها فرقه كويسه جدا، عملت ماتش كويس جدا مع تونس. فكنا مركزين جدا ان احنا ننزل من البدايه عشان نريح نفسنا ونعرف نعمل الروتيشن بتاعنا كويس. بس والحمد لله ربنا كرمنا. طبعا الاقرب هيكون تونس في السيمي فاينل، استعداداتكم هتكون مختلفه طبعا يا مهاب مع مستر باستور، فكلمني ازاي هتستعدوا ان شاء الله للمباراه دي فنيا وطبعا نفسيا ومعنويا اكيد مع مستر باستور. طبعا احنا بعد ما خلصنا ماتش على طول اتكلمنا، واحنا اصلا فريق تونس بنحضر من بدري، يعني من قبل البطوله واحنا بنحضر بنتفرج على فيديوهات، ولسه برضو هنتفرج على فيديوهات النهارده تاني وبكره لا مركزين احنا الحمد لله. وشايف ان الفرقه يعني كل واحد مركز وكل واحد عارف ان الماتش ده مهم ازاي، لان الماتش دوت يوديك فاينل وفي نفس الوقت توصل فاينل مستريح، لان هو ده يعتبر ماتش البطوله يعني. بس توفيق ان شاء الله يا مهاب طبعا في المباراه دي. زي ما انت قلت هي يعني اللي هي اهم ماتش في البطوله، هو مباراه البطوله طبعا اهم من الفاينل او اصعب من الفاينل. ببارك لك تاني وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه، وكل سنه وانت طيب تاني. شكرا يا سلام، انت طيب يا مهاب. كده طبعا كان لقائنا يا مريم مع واحد من نجوم المباراه النهارده كابتن مهاب سعيد، والان العوده مره للاستوديو طبعا نتكلم ليك يا مريم. تفضلي. شكرا ليكي جدا زميلتنا سالة حامد.